خط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. صباح الخير لكم الأخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث نحن في هذا الملف حول البروتوكول المتبع بين وزارة الصحة والجامعات الفلسطينية في برامج تدريب طلبة الكليات الطبية. ما هي هذه الشراكة وهذا البروتوكول، وبناء على ماذا بصراحة تم اعتماد مثل هذا النهج في الشراكة العلمية والعملية بذات الوقت؟ بداية صباح الخير إليك وكل عام وأنتم بخير مناسبة الترجع بندل. بخصوص الموضوع المهم اللي بتحكي عنه، هذا موضوع يعني يفتقر أهمية لعدة أسباب، لأنه نحن بوزارة الصحة نعتبر الحاضنة الأساسية لجميع الجامعات والكليات الفلسطينية في مجال العلوم الطبية، سواء طب أسنان أو تمريض أو أشعة أو مختبرات إلى آخره. نحن في الوقت الحالي يعني نستقبل الطلاب من جميع الجامعات التي بيننا وبينها اتفاقية تعاون أو اتفاقية تفاهم. نستقبل الطلاب بجميع التخصصات حسب السعة الاستيعابية للمستشفيات، وهي المكان الأكبر لتدريب جميع الطلاب، بالإضافة لموضوع المدربين والمدرسين من طرف الجامعة وجزء منهم من يعملون في وزارة الصحة. نعم. بحيث هذه العلوم طبيعتها لا تتم هذه العلوم بدون التطبيق العملي، لأنه الجزء النظري بيكون قد حصلوا عليه بالجامعة، أما الجزء النظري فيجب أن يكون في مكان هناك في عملية تعليمية على شكل تدريب. نعم. يعني دكتور عبد الله، كيف توازن وزارة الصحة بصراحة في ما بين توظيف مراكزها الصحية ووحداتها الصحية وما بين الأعداد الكبيرة التي هي بحاجة بصراحة من الطلبة لأن تنخرط في هذا العمل الميداني المهني الطبي؟ يعني البعض هنا في طول كرم، وسبب هذا الحوار هو أن البعض اشتكى من هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة المتدربين الذين يكونون يتواجدون في المراكز الصحية. بعض المرضى هذه الشكاوى جاءت، وبالتالي يعني القول أعداد كبيرة في ظل ربما مساحات لا تستوعب هذه الأعداد، ربما أيضا في ظل مراكز صحية ليست قادرة على أن تقدم فعلا الجدوى والمنفعة من مثل هذه البرامج التدريبية. يعني كيف نوازن، كيف تكون في هذه المعادلة؟ شكرا لإطارتك، هذا الجانب المهم جدا من الموضوع. نحن الآن بسبب يعني بناء عملية الأعداد، وهذا الكلام الهدف منه عدة أسباب. السبب الأول، الأولوية في المرافق الصحية هي لخدمة المريض. ثانيا، الأعداد التي يجب أن تكون لهؤلاء الطلاب من جميع التخصصات لا تفوق السعة الاستيعابية بحيث نستطيع تقديم التدريب المناسب لهم بما لا يتعارض مع خدمة المريض. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن الآن بصدد تطبيق لدينا ثلاث قرارات مهمة جدا، وهي قرار مجلس الوزراء، قرار من معالي وزيرة الصحة، وقرار من هيئة الرقابة المالية الإدارية على هذا الموضوع. ونحن عملنا على جميع المستشفيات ومرافق وزارة الصحة، لأنه يجب وضع آلية واضحة للسعة الاستيعابية للطلاب بحيث نستطيع تدريب هؤلاء الطلاب بما لا يتعارض مع خدمة المريض وهو الأساس. نعم. طب يعني سوق العمل، أنا فاهم الموضوع اللي أنت أثرتيه وأثروا بعض المواطنين مهم جدا، هو فعليا كان مؤرق للمواطنين، ونحن لاحظنا هذا الموضوع وعلى ضوءه أخذنا الإجراءات لتنظيم العملية بحيث لا يتعارض التدريب مع الخدمة الأساسية المقدمة للمريض. يعني زي إيش مثلا دكتور عبد الله ببعض الإجراءات، خاصة وأن الأعداد الكبيرة التي تتدفق من الجامعات في تخصصات الكليات الطبية تفوق بصراحة قدرة السوق الفلسطيني على استيعابها، أليس لديكم أي تخوفات من هذا الفائض ومن هذا العدد الكبير؟ نعم، معالي وزير الصحة قامت تعمل ورشة عمل لجميع المؤسسات الطبية ودراسة هذا الوضع الذي كان من أهم توصياته اللي هو إنجاز المنصة الوطنية للقبول والتسجيل. الحد من عدد الطلاب
بحيث يكون توطين الخدمة بما يتناسب مع حاجة الوطن والمواطن والمؤسسة الطبية لهذه الكوادر. لذلك نحن معكم الآن على إنجاز منصة وطنية للقبول بالتسجيل والقبول الموحد بكل فلسطين. هذه المنصة هي عبارة عن منظومة تقوم بتقييم جميع المتقدمين للتخصصات الطبية، دراسة أوضاعهم، تقييم معدل التوجيه وقدراتهم على هذا الموضوع، والسماح للعدد المطلوب وطنيا للدراسة وليس أكثر من ذلك، بحيث نصل بالنهاية إلى أعداد معقولة، ولدينا القدرة على تدريسها بكفاءة عالية وتدريبها بكفاءة عالية، بما لا ينعكس على نعم أداء الخدمة أولا، وثانيا على الكواليتي اللي هي جودة التعليم. لا يعقل أن يكون بهذا الكم الهائل يكون في جودة كويسة، صعب ضبط العملية، ربما ضبط العداد والجودة وخدمة المريض في نفس الوقت. يعني ربما إذن بحاجة للنظر أكثر في وضع معايير ومواصفات تكون أكثر بصراحة، يعني ما بين الدقة وأن تكون أكثر صارمة، وهنا أقصد أنا تتعلق كما ذكرت دكتور بالجودة، بالمؤهلات، بالقدرات، بالكفاءات، كل هذه المسميات التي من متطلبات الأساسية من أجل أن تكون جزءا من هذه الكليات الطبية، لأنك تتعامل لاحقا مع الأرواح البشرية وفي سبيل خدمة هؤلاء المرضى. إجمالا نتمنى دوام التوفيق والشراكة الحقيقية بينكم وبين كافة الجامعات الفلسطينية وبعت مثل هذه الملفات أولا بأول فيما يتعلق والتغذية الراجعة التي قد تكون بملاحظات تمرر من قبل بعض المرضى إلى المشفيات الفلسطينية. نعم. لدينا الآن أكثر من موضوع ملاحظات، لدينا الآن دراسة كاملة وعرضوها، يعني خرجنا بمجموعة توصيات نحن الآن بصدد تنفيذها. أهم ثلاث نقاط فيها، أهم ثلاث أهداف في هذه التوصيات في هذه الورشة كان، وهذه الدراسة اللي طلعت خرجت على شكل توصيات، اللي هي ضبط الأعداد بما يتناسب مع المطلوب، الجودة العالية، والنقطة الثالثة وهي أساسية جدا وهي بتاعت المواطن، أن لا يتأثر هذه التدريبات وهذه الأعداد على موضوع أداء أفضل خدمة في مرافق وزارة الصحة للمواطنين. نعم، إجمالا نأمل دائما وأبدا كل التوفيق ومزيد من النجاح ومزيد من التوازن ما بين التعليم والجامعات وما بين أيضا ما هو متوفر لنا وعندنا من مراكز طبية وصحة. نعم. أشكرك جزيلا الشكر. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عبدالله القواسمي، رئيس وحدة التعافي في وزارة الصحة الفلسطينية.